صباح الخير. أهلا بكم أيها الأحبة، وصباحاتكم هدايا إن شاء الله مبهجة تسعد قلوبكم وتعطيكم ما هو مميز في هذا اليوم. هديتنا اليوم هي حديث عن شاعر، لكن قبل ما نتكلم عن هذا الشاعر تفصيلا وعن حياته، نبدأ بهذه الرواية التي قيلت في هذا الشاعر المجنون، وهي أكثر الروايات تناقلا عنه. من أكثر الروايات اللافتة عن هذا الشاعر أنه عندما كان في المطار متجها إلى رحلة علاجية، صادف وجود عريس وعروسته في المطار، فبهر جمال العروسة فوقف ينظر إليها نظرات المجنون كعادته، مبهورا بجمالها وليس لغرض آخر، مما أثار غيرة العريس الذي عمل على أن يحجبها عن نظره ويحول بينه وبينها بجسده. فما كان من هذا الشاعر إلا أن تغنى بهذا الجمال قائلا ومحتجا كذلك: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذا نظرنا؟ هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى، دنياي أنت وفرحتي ومنى الفؤاد إذا تمنى، أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. فسمع هذه الأبيات الأديب المصري المعروف العقاد، فسأل من قال هذا الكلام، فقالوا له شاعر مجنون، فأجاب أين هو الآن؟ فقالوا في مستشفى المجانين، فقال هذا مكانه لأن هذا الكلام لا يقوله عاقل. كان هذا الشاعر هو الشاعر السوداني المرهف إدريس محمد جماع، وهو من مواليد مدينة حلفاية الملوك 1922. نال الشاعر السوداني محمد جماع الليسانس في اللغة العربية من دار العلوم بمصر ودبلوم التربية، وعمل في التعليم. تخرج في كلية دار العلوم وعمل مدرسا في معهد التربية بشمال الخرطوم. سافر عام 1946 والتحق بمعهد المعلمين بالزيتون في مصر، وعاد سنة 1952 إلى السودان وعمل معلما، ثم انتقل إلى مدرسة الخرطوم الثانوية. تعرض هذا الشاعر السوداني إلى أزمة نفسية حادة أثرت على صحته، ولذلك توجه للعلاج. الرواية الأولى ليست الرواية الوحيدة عنه، ولكن هناك روايات أخرى أنه عندما وصل إلى المستشفى وتحديدا في لندن، كان للممرضة الإنجليزية عيون جميلة فأصبح ينظر إليها حتى خافت وأخبرت مدير المستشفى بذلك، فأمرها أن تلبس نظارات سوداء. وعندما رآها شاعرنا أنشد يقول: السيف في غمده لا تخشى بواتره، وسيف عينيك في الحالين بتار. وعندما أخبرت الممرضة بالمعنى بكت متأثرة، ويقال هذا أبلغ بيت شعري في الغزل في العصر الحديث. كان جماع تائها بشعره
تائها متجولا في سوق الخرطوم لا يحدث أحدا، متسارعا في خطى كأنما كان يبحث عن شيء ضائع. كان ذلك الزمن في سنوات الستينيات، حيث دعمه الكثير من الأدباء والشعراء مطالبين الحكومة في ذلك الوقت بالاهتمام به، حيث كانت مهتمة بالفن والشعر، وبالتالي أرسل الشاعر جماع للعلاج في الخارج وعاد مرة أخرى إلى السودان، ولكن لم تتحسن حالته الصحية إلى أن توفاه الله في عام 1980. ديوانه الوحيد الذي أصدره تضمن الكثير من القصائد والأغاني، منها رحلة النيل، لقاء القاهرة، الصدى الخالد، ولحن الفداء. هذا الديوان الوحيد الذي حمل عنوان لحظات باقية وطبع 3 مرات. أما من جمع هذا الديوان، جمع أشعاره، فهم أصدقاؤه وأقاربه، لأنه لم يتمكن من ذلك بسبب ظروفه الصحية. شاعر سوداني مرهف الإحساس، شاعر إدريس، شكل كذلك ثنائية جميلة من خلال القصائد التي تغنى بها الراحل المبدع الفنان السوداني سيد خليفة، وكانت من هذه القصائد هي قصيدة غيرة التي ذكرناها في بداية الحديث عن هذه عن هذا الشاعر. عموما قصيدة غيرة تعتبر طبعا من القصائد الجميلة، ولكن الكثير من النقاد أجمع أنه من أجمل الأبيات التي جاءت في هذه القصيدة تشبيه رائع جدا: أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. أخيراً نختم الحديث عن الشاعر إدريس جماع بأبيات يرددها بعضنا بين الحين والآخر مستمعينا، ويمكن هذه الأبيات يعني مشهورة جداً ولكنها غير مشتهرة بأنها لإدريس جماع. هذه الأبيات أيضاً أجمع النقاد أنه من أعظم ما نظم هذه القصيدة التي يتحدث فيها عن حظه في هذه الدنيا، حيث يقول الشاعر إدريس: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. هذه الأبيات هي أيضا للشاعر السوداني إدريس جماع. أحببنا أن نلقي الضوء اليوم عبر هديتنا أكيد مع هذا الشاعر الذي كان بالفعل شاعرا رائعا مرهف الحس، قدم مجموعة كبيرة من القصائد، كل قصائده تظهر مدى اهتمامه بكافة القضايا المتعلقة بوطنه كذلك. ما أن ختمنا بقصيدة الحظ، نتمنى لكم دائما حظوظ وافرة مستمعينا، حظوظ إن شاء الله جميلة في هذه الحياة، هذه الحظوظ التي تفتح لكم مسارات أجمل
وأروع.